هل يجوز أن أعتمر عن والد المتوفى؟ نعم، لا بأس بذلك إذا كان الولد قد اعتمر عن نفسه أولا. شرط في النائب أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا أو حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمعه يلبي عن غيره قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن فلان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.